اكمالا للاجابه اللي قلتها من شويه، انه من وقت ما رجعت من طوكيو مع تحقيق النتائج اللي هي من وجهه نظرك كانت هي انسب حاجه في اطار المتاح، كنت عارف انه في التشكيل الجديد ستكون مديرا فنيا للمنتخب الاولمبي؟ طبعا ما فيش حد، بص وانا اصلا ما فيش حاجه اسمها، يعني استحاله اقول لك ان انا انا قصدي هل استحاله. بلغت بده ساعتها ولا امتى لا عرفت لا ان لا لا حضرتك لا لا هتمسك لا، ده الكلام بتاع المنتخب الاولمبي ده لم يتخطى ال 72 ساعه. تمام، مفهوم مفهوم. انا صريح يعني في ايوه كلامي، مش هقول لك نقطة مهمة لا. جدا. لم يتخطى، يعني لم المنتخب يتخطى الأول ازاي؟ كان كنت مرشح ليه؟ كنت مرشح من ضمن الناس المرشحين، يعني تم التواصل معاك واتقال لك؟ لكن لا لا، لكن انا عايز اقول لك على حاجه. المنتخب الاول لما كنت مرشح فيه كان اللي بينتقد بيطلع يقول ايه؟ كان بيطلع يقول ما التجربة الأخيرة للكابتن شوقي لا غريب مع المنتخب الأول ما كانتش ناجحة. كان بيطلع يقول الكابتن شوقي ناجح في المنتخب الشباب وناجح في المنتخب الاولمبي وبيجيد التعامل مع هذه المراحل وعامل منتخب وصل لكذا وخدنا بطوله افريقيا وخدنا ثالث العالم وخدنا كذا، مظبوط؟ ولما جه ولما بتيجي انت بقى عشان تيجي في المكان اللي انت فيه، لا ما هو في كان في تاني، يعني احنا مش هنقدر نقول لاي حد انت بتقول ايه او ما تمام. بتقولش ايه، لكن في النهايه انت كده في مهمه وطنيه. المهمه الوطنيه اللي انت بتكلف بيها، هل انت بتحقق فيها اللي مطلوب منك ولا لا؟ انا اقول لك على حاجه، ايوه احنا من سبتمبر 2019 لعبنا اربع مباريات وديه، ثم لعبنا ست خمس مباريات اللي في البطوله، ثم لعبنا ست مباريات في الاولمبياد، ثم لعبنا اربع مباريات وديه. احنا لم نخسر الا من البرازيل والارجنتين، يعني معدل اكثر من 15 مباراه او 13 مباراه فيهم تسع مباريات رسميه، ما خسرتش الا فرقتين من البرازيل ومن ايوه الارجنتين فقط. انا متفق طبعا، بس هو بالنظر لانه الاولمبياد هي الهدف من كل اللي قبل الاولمبياد، فالناس بتبقى مركزه قوي مع الاولمبياد. مظبوط مظبوط كلامك صح، يعني انا مظبوط مش بختلف معاك، اي انا مش بختلف معاك، لكن خليني اقول ايه، ان احنا كنا خطينا الخطوه، كانت 90 دقيقه، صح يعني خليني اقول لك 90 صح دقيقه، يعني كان الفارق الفاصل في انك ممكن تلعب على ميداليه او انك تخرج. صح متفق مع حضرتك. طب عايز اسال حضرتك على حاجه، هل ما بعد انتهاء البطوله في الاولمبياد حسيت انه في لعيب معين خذلك او في اختيار معين قلت اعتقد ان ما كنتش المفروض اختاره؟ والله بص، كل اللعيبه اللي انا خدتها، كل اللعيبه دي مرت بالمنتخب الاولمبي ولعبت مع المنتخب الاولمبي ولعبت وشاركت وادت، سواء في مباريات رسميه او سواء في مباريات وديه، فما اقدرش اجي اقول النهارده بجانب، واللي بشكرهم الثلاثه لعيبه الكبار اللي تم اختيارهم. ومين من المنتخب من السن الطبيعي اللي حسيت انه فعلا كان على قد المسؤولية؟ لا انا ما عنديش حد اثر تمام. عشان اقول ان في عندي لعيب اثر، انا قلت لو حد اثر من المجهود اللي تعب بالمباريات، ايوه مفهوم. لكن ما فيش حد اثر. انت عارف ان احنا لما جينا لعبنا اسبانيا، المجهود اللي كان موجود، انا في اسبانيا لعبت بلعيب ديفندر واحد بس اللي هو اكرم، مظبوط. ولعبت برمضان ولعبت بصلاح صح ولعبت بطاهر ولعبت باحمد ياسر، يعني لعبت باربع مهاجمين ده في استراليا صح؟ في استراليا، ايوه ودي كانت مظبوط. ما هو انا كنت لازم يا تكسب يا تخرج. ايوه صح. فاكتفينا بمين؟ باكرم لوحده. بس احنا اكتفينا ليه؟ لان استراليا كان عندها ما لو اتعادلت هتدخل، ايوه مظبوط صح بالظبط فكان لازم انا احنا نغير طريقه صح اللعب، بالظبط فلعبنا باربع مهاجمين، صح قدرنا نكسب وقدرنا نجيب اجوان لعب، يعني مش بحاجه، يعني خلينا اقول ان المجهود المبذول لما في لعيب ما يكونش بعد الفتره دي المجهود اللي اتبذل عليه في الاربع ماتشات في الوقت اللي موجود فيه، انا ما اقدرش مفهوم الومه، انا مفهوم. بعذره طيب بعذره، لكن فعلا للامانه ما عنديش حد اثر. حتى مفهوم اختياراتنا للعيبه الكبار، اسم مصر كلها اشادت بالثلاثه، اذا ايوه كان صح جدا شناوي جدا. او حجازي او الونش. ودي حضرتك دي نقطة يعني في الملعب رديت بيها على كل من شككوا في الاختيارات اللي وصفت بالدفاعية، لأن كان ليهم أدوار دفاعية مهمة بطريقة لعبك اللي لعبت بيها أو بأسلوب المنتخب، فدي كانت نقطة يعني إشادة تلقاها الكابتن شوقي غريب. وده فعلا يا كابتن هاني، يعني صدقني ادوا دافع كويس، انك بتبقى عندك لعيبه تتجاوب مع اللعيبه اللي موجوده على طول، اللعيبه اللي عندك حاسس ان ما كانش في فرق بينه وبين بعض،
احنا حطينا اللعيبه اللي في الاماكن اللي كانت موجوده اللي قدرنا نستخدم فيها أيوة اللعيبه، تمام. لكن بالرغم